مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حديث الاخبار. في حلقتنا النهارده بنتابع مع حضراتكم تفاصيل عدد من القصص الاخباريه المتنوعه محليا ودوليا. في فقرتنا الحواريه بنتحدث مع ضيفتنا الكاتبه الصحفيه الاستاذه فريده الشباشي عن جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وكيف ساهم التحالف في تعزيز برامج الحمايه الاجتماعيه. وفي فقرتنا الحواريه الثانيه بنتحدث مع ضيفنا الكاتبه الصحفيه الاستاذ رفعت رشاد حول نجاحات الدوله في دعم التصدير والارتقاء بجودة المنتج المصري. بنبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من حديث الأخبار باستقبال السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء ركز على التطورات الحالية في الشرق الأوسط، وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوضع الإقليمي الراهن بيتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة لبذل مساعي وجهود وتكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر ووقف حالة التصعيد المستمرة والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل. وحذر السيد الرئيس في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، وأكد ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته، وشدد السيد الرئيس على ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري مع تبادل الأسرى والمحتجزين بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة. نوه أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة وقف الحرب فورا لإيصال ما تحتاجه غزة من كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والمساعدات الصحية. وأكد سيادته ضرورة تضافر الجهود الدولية نحو إطلاق مسار سياسي شامل يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة وما تشهد العلاقات بين الدولتين من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات وعلى رأسها المجالات الأمنية والعسكرية. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في هذا السياق تقدير بلاده لدور مصر المحوري الداعم للاستقرار والأمن والسلام، وأعرب عن التطلع لمواصلة دفع العمل المشترك في مجالات التعاون العسكري إلى أفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والسلم بالشرق الأوسط. ولمتابعة أكثر تفصيلا ينضم إلينا على التليفون سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. ودلالة أهمية هذه الزيارة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بكل تأكيد أهلا. زيارة شديدة الأهمية في توقيت خطير للغاية تتحدث فيه الدبلوماسية المصرية على أرفع مستوى مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية اليوم، حيث حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح ضرورة حسم مباحثات الهدنة القائمة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في القاهرة والتي تشكل رافعة لإنقاذ المشهد من حالة التدهور والمخاطر المحدقة بي، ولعل المشهد فجر اليوم بين حزب الله وإسرائيل يشي بأن المنطقة مؤهلة بالفعل للتدهور نحو مواجهة عسكرية شاملة، وتواجد رئيس هيئة الأركان المشتركة في القاهرة مواكبا لجولة المفاوضات التي بدأت بمشاركة أطراف الوساطة الثلاث وحركة حماس وإسرائيل دليل على أننا أمام مشهد شديد التعقيد تتسابق فيه التطورات العسكرية والمواجهات التي يمكن أن تقود المنطقة
لمواجهة بين أطرافها ودخول أطراف إقليمية أخرى مثل إيران على حلبة المواجهة، إلا لو تسابقت الجهود الدبلوماسية المبذولة والتي تبذل فيها مصر جل طاقاتها من أجل احتواء المشهد على الصعيد الإقليمي والتوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق الهدنة المنشودة بما يسمح بنزع فتيل المشهد الذي نراه. نعم، وهنا الرسائل والتحذيرات المصرية من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها في هذا اللقاء اليوم خاصة للأطراف المجتمعة ولكل الأطراف في هذه الجولة يمكن تقريبا 9 من المفاوضات. بكل تأكيد هي جولة حاسمة، جولة هامة للغاية، كون رئيسة الأركان المشتركة في القاهرة مواكبا لهذه الجولة من المفاوضات دليل على أن الولايات المتحدة تدرك أيضا مخاطر تدهور الأوضاع إقليميا، ورئيس هيئة الأركان عندما يتلقى رسائل بهذا الوضوح من الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك إما أن نسارع الخطى لاحتواء المشهد الراهن، وإلا سبقتنا التطورات العسكرية وأن استمرار نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل في المماطلة لن تقود إلى التوصل لاتفاق هدنة الذي هو شريطة لدى إيران وأطراف أخرى تابعة لها، ما أن نتوصل إلى اتفاق للهدنة وإلا ستكون هناك ردود فعل نتيجة العدوان الإسرائيلي. وهنا خطورة التصعيد ضد لبنان أو أي دولة من دول الجوار أو من الدول العربية الشقيقة في هذا التوقيت الحساس، والسعي الحثيث من قبل دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال ورئيس حكومة الاحتلال لإشعال النيران في المنطقة، بما تفسر هذا الأمر وخطورة هذا الأمر مع لا قدر الله لو اتسع هذا الصراع في هذه المنطقة؟ يعني تصدت يعني قوات حزب الله لإسرائيل، والسيد حسن نصر الله في كلمته أوضح أن الرد الذي قام به حزب الله من وجهة نظري هو رد كافيا سيتم قياسه، أي أنه يسمح بالتوقف عند هذا الحد. إلا أن النقطة الأساسية التي يجب أن ننتبه إليها هي وصول الاتفاق وقف إطلاق النار في القاهرة. ما أن يتم التوصل لهذا الاتفاق ستنشأ ديناميكية جديدة في الموقف، ستقلل من فرص أعداء الأمن والاستقرار والداعين لاستمرار العنف وبقاء نتنياهو وحكومة التطرف اليمينية في سدة الحكم في إسرائيل، سيجدون نفسهم أمام ديناميكية جديدة ستحرص الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية على النفاذ بها نحو الرؤية التي طرحها السيد الرئيس اليوم مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، رؤية لا تدعو فقط لوقف إطلاق النار ولكن لتثبيت الأوضاع من أجل التوصل إلى أفق سياسي، وبكل تأكيد يسبق ذلك إدخال المساعدات وإنقاذ المشهد في قطاع غزة والانتقال بعد ذلك إلى مرحلة سياسية تقودنا إلى حل الدولتين. نحن أمام سباق بين دعاة السلام والأمن والاستقرار ودعاة الحرب والانتقام. ويمكن مصر دائما كانت هي من بناة السلام والداعين للسلام واخترت السلام كخيار استراتيجي، ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية أبدا لأنها قضية القضايا بالنسبة لها. سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن متابعتها بقلق بالغ التصعيد الجاري على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، داعية لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد. وحذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وشددت على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى عدم استقرار شامل، وأن التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان تعد مؤشرا واضحا على ما سبق أن حذرت منه مصر من مخاطر التصعيد غير المسؤول في المنطقة على خلفية تطورات أزمة قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمحافظاته الخمس. وأعادت مصر التأكيد لحتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب الحالية
في قطاع غزة لتجنيب الإقليم ككل المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين. معنا على التليفون الأستاذ محمود محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك، وكيف تابعت التصعيد على الجبهة اللبنانية اليوم في الصباح الباكر وهو أمر غير مسبوق منذ 7 أكتوبر الماضي؟ اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. طبعا التصعيد اللي حصل اليوم على مستوى تطورات الجبهه اللبنانيه هو مؤشر انذار اكثر من كونه خرق لقواعد الاشتباك بين الجانبين، لان خرق قواعد الاشتباك قد حدث عمليا على مدار الاسابيع الماضيه، وده تجسد بشكل واضح من الناحيتين، سواء من ناحيه استهداف اسرائيل ل العمق اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال المسؤول العسكري الأبرز في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في 31 يوليو الماضي، أو على مستوى توسيع حزب الله اللبناني لعملياته في الداخل الإسرائيلي لتشمل بالإضافة إلى الجولان المحتل وبعض المناطق اللبنانية المحتلة العمق الإسرائيلي، وبالقرب طبعا من تل أبيب كما حدث اليوم وفق ما أعلن عنه حزب الله اللبناني. في تقديري أن هذا التصعيد بطبيعة الحال يأتي في إطار التدرج من قبل الجانبين في خرق قواعد الاشتباك، لكن بالتأكيد لا يزال هناك حرص. التحذيرات المصرية من خطورة فتح جبهة حرب جديدة في الداخل اللبناني والإصرار من قبل دولة الاحتلال ورئيس حكومة الاحتلال على التصعيد في جبهة الشمال من دولة الاحتلال في هذه الأونة ومنذ 7 أكتوبر، ولكن في هذه الأونة بدأ الخطر أشد. الحقيقة البيان اللي حضرتك أشرت ليه والخاص به الخارجية المصرية اليوم كان معبر عن مجموعة من النقاط شديدة الأهمية واللي متصلة بالموقف المصري تجاه هذا التصعيد. أولا، الدولة المصرية بتؤكد منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم على أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هي مدخل لتفكيك منظومة الأمن في إقليم الشرق الأوسط ككل، وأن غياب حل وأفق جاد للسلام داخل الأراضي الفلسطينية سوف يدفع باتجاه انفجارات متكررة كما حدث في 7 أكتوبر، وهي الحرب التي تعاني كافة دول المنطقة من ويلاتها وتداعياتها السلبية حتى اليوم. أيضا البيان أو المقاربة المصرية تربط بين هذا التوسع في التصعيد الإقليمي وبين ممارسات حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية والتي مستستمر في ممارساتها الوحشية داخل قطاع غزة وتدفع باتجاه فتح جبهات جديدة وخصوصا جبهة شمال الأراضي المحتلة من ناحية حزب الله اللبناني، جنبا إلى جنب مع سعي حكومة نتنياهو إلى تفكيك مباحثات وقف إطلاق النار على أكثر من مستوى. نعم. وهنا التوصل لاتفاق لوقف هذه الحرب وحرب الإبادة الجماعية التي تمارس ضد أشقائنا في قطاع غزة بمحافظاته الخمسة، هل هو يمثل إنهاء للتصعيد في المنطقة بالكامل واختفاء كامل لهذه حكومة المتطرفة من دولة الاحتلال؟ أعتقد يعني وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة سوف يكون مهما على مستوى إرساء حالة هي من الاستقرار الإقليمي، لأن التصعيد الذي تشهده الجبهات المختلفة سواء من ناحية الجبهة السورية العراقية أو الجبهتين الأهم وهما الجبهة اللبنانية أو جبهة البحر الأحمر من ناحية الحوثيين، كل هذا التصعيد مرتبط بما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي نقطة الانطلاق لاستعادة الأمن في إقليم الشرق الأوسط ولو بشكل نسبي تبدأ من وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، على أن يتبع ذلك مسار جاد وحقيقي للسلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وربما توجيه يعني تغيير أوجه التطرف في داخل هذه الحكومة لدولة الاحتلال وتغيير هذه الوجوه التي نراها متطرفة وتغالي في إشعال النيران في المنطقة العربية ومنطقة الشرق المتوسط. صحيح، لأن حكومة اليمين المتطرف هي المسؤولة بشكل رئيسي عما وصلت إليه الأوضاع في المنطقة فضلا عن الأوضاع في قطاع غزة، وهي تسعى باستمرار باتجاه الوصول إلى نقطة الانفجار، وبالتالي حضرتك أشرت إلى نقطة شديدة الأهمية وهي أن هناك عاملين يجب الرهان عليهم في الفترات المقبلة بما في ذلك في مرحلة ما بعد الحرب. أولا،
تغيير حكومة نتنياهو. نعم. على أمل أن يكون هناك بعض الوجوه التي تنفتح نسبيا على مسار جاد. نعم. وثانيا، والثاني هو العامل الأمريكي، وأن تمارس الولايات المتحدة ضغوط حقيقية. نعم. من أجل الدفع باتجاه هذا المسار وحل الدولتين بالطبع للوصول للسلام العادل والشامل في هذه المنطقة وهذا الاستقرار. شكرا جزيلا أستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. قبل قرابة شهرين ونصف الشهر على انطلاق الانتخابات الأمريكية، اشتعلت المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس. ففي الوقت الذي أنهى فيه الديمقراطيون مؤتمرهم الوطني بزخم كبير وتبرعات ضخمة وصلت إلى 100 مليون دولار خلال 4 أيام، اكتسب الجمهوريون أرضا جديدة بعد انسحاب المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور وإعلان تأييده لصالح الرئيس الأمريكي السابق. وبعد ساعات من تأييد المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور، قال دونالد ترامب إنه سيفرج عن جميع الوثائق المتبقية المتعلقة باغتيال جون اف كينيدي إذا انتخب رئيسا في نوفمبر 2024 كجزء من عمل لجنة جديدة مقترحة بشأن محاولات اغتيال الرؤساء بما في ذلك تلك التي استهدفته. لتحليل أكثر حول هذا المشهد في الانتخابات الأمريكية ينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك المحلل السياسي الأستاذ أحمد محارم. بعد التحية أستاذ أحمد، قراءة حضرتك للمشهد السياسي الآن وهذا الزخم الكبير قبل أقل من شهرين على الانتخابات واقتراب الاستطلاعات ما بين كامالا هاريس في الحزب الديمقراطي ودونالد ترامب في الحزب الجمهوري رغم انضمام ما يمثل 5% من الأصوات المتأرجحة وهو روبرت كينيدي جونيور وانفصاله عن الديمقراطيين وانسحابه إلى جبهة الجمهوريين؟ مساء الخير. مساء النور. في رحمن مشهد معقد جدا وملفت للنظر في انتخابات 2024 للرئاسة الأمريكية. اللي حاصل أن يوم بعد يوم مع اقتراب النتائج ما بين الرئيس الأسبق ترامب والمرشحة كامالا هاريس، بنشوف أن مسألة روبرت كينيدي اللي هو أساسا جمهوري هو عرض نفسه على الاثنين، عرض نفسه على كامالا هاريس وعلى ترامب. طبعا ترامب بالنسبة له هو الأوقع، الحكاية بعد 5% أو 7% من الأصوات ممكن لو انتقل لترامب يكون في صالح لترامب، فهو راح لترامب. نعم. الكلام بتاع ولكن هو انتمائه الأسري ديمقراطي في الأصل. صحيح. احنا عايشين في مجتمع تقدر تقول فيه مش مجتمع الفضيلة أو بيدعي أنه مجتمع الفضيلة. نعم. الناس هنا كلهم طموحين والغاية تبرر الوسيلة. الراجل اللي عمل الكتاب ولام فيه وشتم فيه ترامب النهارده بقى النائب بتاعه. نعم. فمساله ان الوثائق اللي جون كينيدي ممكن دي طبعا في مساله في منتهى الخطوره وهيفتح بلاوي على السياسه الخارجيه الامريكيه لما ترامب يوعد ده وعد طبعا انتخابي يعني انه بعد ما يتولى اداره البيت الابيض هيفتح المجال ده. اللي ضربوا النار على كينيدي اثنين مش واحد. إزولد ده تم اعتقاله وفي الاعتقال تم اغتياله. نعم. رغم انه كان في يعني حفظ البوليس. ترامب بيتسخن من اجل المكسب. ممكن حتى يعني اللي قتل كينيدي ممكن يتهور ويقتل ترامب. الحقيقه في مساله لعب بالنار في الانتخابات القادمه دي مش عارفين هتمشي على ايه. وربما هناك متاجره ما بين الحزبين الاكبر في الولايات المتحده الامريكيه في الجانب الديمقراطي يتاجر بانه ترامب لن يقدم جديدا وسيناريو اقتحام الكابيتول يظل موجودا في مشهد عبثي، وفي المقابل القالب الاخر في الشكل الجمهوري منه يعني ينعت الجانب الأول اللي هو الديمقراطي بأنه تسبب في مشاكل عديدة في الداخل الأمريكي وضد مصالح المواطن الأمريكي الموجود في الداخل الأمريكي. طبعا للأسف الشديد اللي حاصل ده عن النوع، لو كان في انقسام حاد حصل السنوات السابقة في الداخل الأمريكي الشهرين اللي جايين دول هتكون نتائج هذا الانقسام إن الشعب الأمريكي محتار يروح فين. البعض حتى نعم. الشباب اللي هم بيدفعوا 40% سريعا اخذ من حضرتك كلمه، المقاربات في الارقام ما بين التبرعات ما بين المرشحين الاثنين في الحزب الديمقراطي كامالا هاريس نائبه الرئيس الحاليه ودونالد ترامب الرئيس السابق في الحزب الجمهوري، هل تعطي لنا كمشاهدين او كمتابعين اي مؤشرات؟ هو قدره اي حزب وبالذات الديمقراطيين لما جمعوا الفلوس دي كلها
ده مجموعة من كبار شخصيات داعمين لكاميلا هاريس على اساس انها تنجح، لكن ليس بالضرورة ان الحملة الانتخابية دي فلوس كتيرة الشخص ينجح، لا، اسباب كتيرة جدا بتتعامل، جزء منها المال. نعم، بشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي الأستاذ أحمد محارم متحدثا إلينا من نيويورك. فاصل قصير مشاهدي الكرام ونعود مع حضراتكم أولى فقراتنا الحوارية والكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. نجح التحالف الوطني العام الأهلي التنموي أن يكون أحد أركان مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة بعد أن استطاع خلال الفترة الماضية أن يقدم الدعم لملايين الأسر والأكثر احتياجا من هذه الأسر من خلال إطلاق مبادرات داعمة للأسر المصرية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية، من تحقيق التأمين الغذائي وحتى تحقيق التمكين وخلق فرص عمل تدر عائد مادي لهذه الأسر. عن هذا الملف يكون حواري مع ضيفتي الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. التحالف أصبح قوة بتعزز برامج الحماية المجتمعية في مصر، إزاي تابعتي هذا الأمر وخاصة مع البرامج والمبادرات التي لا تنقطع عن التحالف الوطني العمل الأهلي؟ هو التحالف الوطني العمل الأهلي الحقيقة يعني لو هنتكلم نقول بيعمل معجزات، لأنه أولا بيحدد مين اللي محتاج أكتر ومين اللي محتاج أسرع وإيه المناطق في مصر اللي محتاجة إن يبقى تبقى جنبها. بس في حاجة أنا عجباني جدا جدا جدا، إن مع المساعدة بيمرنهم على العمل، يعني نعم. إنه كل الواحد بعد كده يشتغل. مش مساعدة مادية فقط، لا بالزبط. إزاي أقدر أدر دخل وأربح من بعد كده عشان بالزبط. أقدر أستمر بالظبط، أستمر وأصوم كرامتي كمان يعني نعم. وما بقاش بس قاعد يعني مستني الدعم النقدي، مش بس النقدي ده حتى مادي يعني نعم. من المواد. فدي حاجة حلوة جدا جدا جدا. الحاجة التانية اللي ظهرت أو رجعت تاني هو التضامن بين المصريين. يعني شوف انت في كام 30 جهة مع التحالف أو أكتر أو أكتر ممكن فكل يوم في حد بيدخل معاه. بمناسبة هذه الجهات، ربما يمكن المشاهد المشاهدة الكريمة يسأل حضرتك كاتبة صحفية ومتابعة لهذا الأمر وجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فكرة دور التحالف في إعادة هيكلة المؤسسات المجتمعية والجمعيات الأهلية ككل على مستوى 27 محافظة. طبعا هو ده اللي أنا بقول، إن هو مع يعني بقى في كل جهة دلوقتي قادرة تعمل حاجة، يعني من حياة كريمة، كتف في كتف، كل المبادرات اللي اتعملت قبل كده لما بتتحد تحت مظلة واحدة بتدي أكتر، لأن كل واحد بيكمل التاني. انت عارف كده ان انا اقعد كده هو واقول انا هعمل كذا وخلاص، لا انا هعمل كذا فانت تقول لي ليه، طب ما احنا نعمل كذا سوا يعني نعم. بيبقى في تحليل دقيق للبيانات عشان اقدر كده اوسع دايره المعرفه، ولما تتسع هذه الدائره ربما دايره المستفيدين تكبر. طبعا، وبس كل شويه بتتسع الدائره بتاعه اللي بيقدمه يعني كل حد يقدر يقدم حاجه، خدمه، حاجه صحيه، حاجة يعني تعليمية، كله بيجتهد انه ينهض بمصر. وطبعا كل يعني ما تقول ايه، كل الجهود دي بتصب في النهاية انك انت بتعمل سكن كريم وبتعمل حياة كريمة فعلا في كل اللي هي بقت أسطورة دلوقتي، حياة كريمة في العالم كله. طب يعني العالم كله بيقول ايه دي، ايه اللي حصل ده. نعم، ومن الريف المصري سواء في جنوبه أو في شماله أو في الدلتا مصر أو في صعيد مصر، هنا كانت الغاية أو المنطلق. أهمية ودلالة حرص الدولة المصرية من بداية التحالف الوطني للعمل الأهلي وهذا التضافر للعمل الأهلي الاجتماعي لصالح المواطن المصري في التركيز على تنمية ريف ونجوع وقرى وتوابع مصر، لأنه ده الأساس المصري، يعني الريف والقرى والنجوع هي دي إحنا، لأنه فيها أولاً بقى فيه دلوقتي مبادرة إزرع. نعم، فكمان الفلاحين بيزرعوا، يعني مش قاعد كده بقى خلاص يعني هيعمل إيه، لا بيزرع وعارف إن في حد بيشجعه،
بيشجعوا على الزراعة وبيشجعوا على انه ياخد منه الخبرة ويعني يشتريها منه. لا في في يعني زي ما تقول ايه يعني في صحوة حصلت كده. المكاسب من الصحوة دي المكاسب اللي هتعود على المواطن المصري في التوابع والنجوع والريف، اقصى نجوع مصر والريف المصري في الدلتا وفي الصعيد. طبعا لانه في الريف، الريف كان مهمل كان منسي يعني. فالنهاردة الريف لما يبتدي تاني يبقى فيه اهتمام بيه، بيبقى فيه يعني سكن محترم، خدمات اللازمة للمواطن يعني مياه شرب ومياه وصرف صحي وصرف صحي، كل الحاجات دي كانت ناقصة. نعم. فكان في نوع من الإهمال وتراكم يعني، كل القمامة بتفضل زي ما هي. لا النهاردة الريف بيرجع الريف الحلو، الريف اللي هو يعني منتج، ممكن احنا نعم منتج بالظبط منتج، وان احنا ممكن نروح زي زمان كنا بنروح الريف نغير جو. نغير جو نغير جو عن نغير جو المدينة. نعم. وهنا حصل حضرتك أيضا عن أمر في غاية الأهمية والخطورة، أن دور التحالف الوطني العام الأهلي لم يكن قاصرا على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فقط، ولكن ساهم في مسألة اللي احنا قلنا عليها في بداية كلامنا، التمكين الاقتصادي اللي طبعاً. هو بنسميه في الانجليش الامباورمنت، التمكين بالزبط. للمرأة المعيلة، التمكين للأسر بالزبط. المحتاجة. تابعتي ده ازاي في قرى ونجوع وريف مصر من خلال الدعوات والمبادرات اللي بيقدمها التحالف الوطني؟ انا بلاقي انه في بيحصل نهضة في الريف المصري احنا محتاجينها. الريف المصري مش هو بس الريف المصري اللي مستفيد وسلامه عليكم، لا ده هو الريف المصري لما بيبقى كده وبينهض احنا في الحضر بنستفيد، لانه بتبقى بتدور دعامة لمصر. والنهاردة العمل الاهلي التنموي التنموي نعم. الحقيقة انه مفيش حاجة سايبها ومفيش حاجة مهملها، يعني كل ما يمكن ان يستثمر لصالح الوطن والنهضة والنهضة بالمواطن في الأساس نعم. كله بيتم. فكرة بناء الإنسان اللي حضرتك دايما بتدينا فيها مثل وعبرة وعظة، إزاي حافظ التحالف الوطني العام للأهلي على هذه القيمة وهذه الغاية من خلال كل مشاريعه وكل الجمعيات الأهلية المنضمة تحت مظلته؟ بالضبط، ما هو هي كل ما المواطن بيحس باهتمام الدولة بيه وبيحس باهتمام يعني المبادرات زي الحوار الوطني وغيره، وكمان وتنمية الريف المصري التحالف الوطني العام الأهلي، كل ده نعم. كل دي حاجات بتسيب أثر رائع نعم. في المواطن بيحس ان هو هي دي بلدنا بقى، هي دي بلدي، هي دي اللي أنا لو طلبت رقبتي لو طلبت عينيا حياتي قبليها يعني نعم. عشان ولادي وعشان الأجيال اللي جاية، كل ده النهارده بيعزز بشكل مباشر بالزبط. في تحفيز الانتماء الوطني كده. لهذه بالزبط الارض بالظبط كده. نعم. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتيني وسعتيني استاذه فريده شويشه الكاتبه الصحفيه. شكرا جزيلا لحضرتك فندم. شكرا جزيلا، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدي الكرام. وفاصل ونعود مع حضراتكم في فقرتنا الثانيه والاخيره في حلقه اليوم مع الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت رشاد، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذه الفقرة، نتحدث عن نجاحات الدولة المصرية المستمرة في تحسين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية من حيث الجودة والسعر وزيادة فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري. ده انعكس بشكل واضح على ارتفاع صادرات مصر في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وكمان هنتكلم بشكل أكبر عن الرخصة الذهبية والعوائد المنتظرة من وراء منح الدولة المصرية لهذه الرخصة الذهبية لبعض المستثمرين من الخارج في الداخل المصري، ودور الدولة المصرية في تشجيع القطاع الخاص باعتباره شريك مهم وأساسي في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. بيسعدنا أن نستضيف في الاستوديو معنا الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد، أهلا بحضرتك فندم. أهلا بك استاذ. بداية، المتطلبات اللي وضعتها الحكومة والدولة المصرية أمامها لتحقيق الحلم وهو التصدير بمبلغ يتجاوز 100 مليار دولار. هو الدولة مهتمة والسيد الرئيس مهتم أيضا، وأطرح أكثر من مبادرة في هذا الإطار
لتوطين الصناعة ولدعم الصناعات الوطنية المصرية، بما يؤدي إلى زيادة التصدير وتقليل الاستيراد وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات لصالح الصناعة المحلية الوطنية، مع رفع جودة الصناعة المحلية حتى تتناسب مع قيم التصدير أو عوامل معايير التصدير، وأيضا لكي تفي باحتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة للمواطن، وبالتالي تتحقق المعادلة في أكثر من جهة وأكثر من وجه. نعم، وهنا هاخد من كلام حضرتك لو تسمح لي، مبادرة من المبادرات الرئاسية المهمة زي مبادرة ابدأ، ساهمت ازاي في تحسين جودة المنتج المصري المصنع وعملية القيمة المضافة على المواد الخام المصرية الغنية؟ سيد الرئيس لما طرح المبادرة كان هدفه أن يكون هناك مشروعات قومية أو استراتيجية تؤدي إلى توطين الصناعة كما ذكرت من قبل. هذا الأمر كان له معايير، أن تكون الصناعة المصرية بمواصفات عالمية، وأن يشارك القطاع الخاص بنسبة كبيرة في تحقيق خطة التنمية المستدامة، وهذا ما جعل القطاع الخاص وأيضا الشركات الحكومية أو التي تملكها الدولة تلتزم بمعايير ومواصفات عالمية وترفع من جودة منتجاتها من خلال الالتزام بهذه المواصفات، ومن خلال تدريب الكادر والعنصر البشري، بما يؤدي إلى أن يكون هذا العنصر قادر على الإنتاج بنفس المواصفات المطلوبة. أيضا هذا شجع على قصة التعليم الفني والتكنولوجي واستيعاب الشباب المصري لهذا التعليم لكي يواكب متطلبات العصر من خلال التكنولوجيا الحديثة ومن خلال التطورات التي تحدث في الصناعة في على مستوى العالم. وتابعنا مصنعين كبار في الداخل المصري كمان بدأوا يفتحوا مدارس فنية ثانوية لاستقبال وافدين جدد وكوادر بشرية جديدة تنضم للعمل الفني والتقني بالمعايير الحديثة اللي حضرتك تحدثت عنها. وده اتجاه يعني رائع، لأنه بيخصص الشاب لصناعات معينة وتمكن منها هذا الشاب. فعلا في شركات بتفتتح مدارس وتخصص مجالها للتعليم الموجه، وبالتالي يخرج الشاب وهو على قدر كبير من الكفاءة التي تناسب خطط الدولة لتوطين الصناعة وتطويرها في نفس التوقيت. نعم، نذهب لأمر آخر ليس ببعيد عن فكرة توطين الصناعة والاهتمام بالملفات الحيوية أمام الحكومة والدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وفكرة الوصول بالحجم ما هو التصدير أو تكون الصادرات المصرية تتجاوز 100 مليار دولار، وهو المنح الرخص الذهبية لبعض المستثمرين من الخارج المصري للعمل في الداخل المصري وتوطين الصناعة في والتكنولوجيا خاصة منها في الداخل المصري لتصديرها للخارج سواء لأفريقيا أو أوروبا. استحداث هذا النظام هو نظام الرخص الذهبية أثاره على المواطن المصري والمستهلك بالطبع، وأثاره على الاقتصاد المصري في المستقبل القريب. هي الحقيقة فكرة الرخص الذهبية فكرة رائعة، يعني تشترط على المصنع أو المستثمر أن يكون صاحب مشروع استراتيجي أو قومي كبير له ملاءة مالية مناسبة لحجم الصناعة التي يقوم بها، أيضا لديه كفاءة أن يقدم منتج ذي مواصفات عالمية ويستوعب قدر كبير من العمالة. الدولة وفرت من خلال هذه الرخصة شروط مناسبة جدا بل ومشجعة للغاية، منها الحصول على الرخصة من خلال موافقة واحدة من مجلس الوزراء في خطوة سريعة حتى لا تتعثر الأوراق في الأروقة الحكومية. أيضا توفر الدولة فرص في الأراضي المخصصة للمصانع في أي مكان على مستوى الجمهورية، توفر الدولة إعفاءات ضريبية وجمركية للصانعين والمستثمرين، وهذا جعل الدولة تشترط أن يكون الإنتاج
على قدر معين من المواصفات الدولية ويكون في مجالات معينة. هذا وهنا إيه الأثار الإيجابية أو الأثار عموما من منح أو استحداث هذا النظام، نظام الرخص الذهبية اللي استحدثته الدولة المصرية والحكومة في جذب تدفقات من الاستثمار الأجنبي والنقد الأجنبي من الخارج إلى الداخل المصري؟ الرخصة الذهبية مشجعة جدا للمستثمر، وبالتالي هو يقبل على الاستثمار لأنه يجد نوع من التسهيل لم يكن موجودا من قبل، وبالتالي يضخ أموالا أكبر بثقة على أساس أن الدولة تعطيه إعفاءات ضريبية وجمركية وتعطيه يعني ملاءة من التمويل بجانب ما يجلبه المستثمر، أيضا توفر له الأراضي ممكن تكون مجانا أو بأسعار مناسبة جدا. هذا يجعل المستثمر يقدم سلعة ذات جودة عالمية توفر للمواطن المصري، لأنه جزء منها بيظل في السوق المحلية، توفر للمواطن المصري هذه السلعة بأسعار مناسبة، وأيضا يساعد من خلال تصدير، لأنه هو بيجلب أموال أو عملة صعبة من الخارج وليس من الداخل، لا يحصل عليها من البنوك المصرية أو من السوق المصرية، وإنما هذا يعتبر قيمة مضافة لما يقدمه. نعم، وهنا هسأل حضرتك برضو المشاهد المشاهدة الكريمة، الحوافز الاستثمارية اللي بتقدمها الدولة المصرية للقطاع الخاص ككل سواء من الداخل أو من الخارج في الآونة الأخيرة مع هذه الحكومة الجديدة اللي شفنا فيها عدد من الدمج لوزارات مختلفة كان لابد أن تدمج من قبل، زي النقل والصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الصحة أيضا والسكان وغيرها من الوزارات. هو الدولة مشجعة تماما للقطاع الخاص، تصدر التشريعات المناسبة التي تساعد القطاع الخاص على أن يأخذ فرصة كبيرة للإنتاج وللتصنيع، أيضا تعطي إعفاءات ضريبية جيدة جدا للقطاع الخاص، هي تؤمن بأن القطاع الخاص قاطرة التنمية وأنه يجب أن يشارك في تحقيق خطط التنمية للدولة بشكل كبير وبنسبة كبيرة. أيضا تساعد على توفير الكوادر البشرية المناسبة لهذا القطاع من خلال ما توفره من مدارس فنية وتكنولوجية، كل هذا يساهم في جعل القطاع الخاص في مقدمة القطاعات التي تقوم بالتنمية. وبالطبع كمان التطوير اللي حدث في مشروعات البنية التحتية وفر أيضا فرص عمل كثيرة وشجع الاستثمار وربما سيزيد الإنتاج والتصدير في القادم وفي المستقبل القريب إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رفعت رشاد الكاتب الصحفي، شرفتنا ساعتين فيلم. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. وشكرا موصول لحضراتكم مشاهدي الكرام أن تابعتمونا في حلقة اليوم من برنامج حديث الأخبار، على وعد بلقاء قريب إن شاء الله. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة والشكر أيضا لفريق عمل حلقة اليوم. إلى اللقاء.